صباح الخير عليكم او مساء النور. يوم جديد راح انطلق هسه للفيري، يعني للباخرة، حتى اروح الى دولة نورثرن ايرلند اللي هي تابعة الى انجلترا. خليكم وياي حتى تشوفون هذه المغامرة. وصلت هسه للمحطة مال باخرة. فالمحطة اللي راح اخويها هاي اسمها P&O Ferry Terminal، اللي هي هذا. هناك شركتين، كل شركة لها المحطة مالتها الخاصة. هاي الشركة P&O. واذا تشوفون ذاك العلم البعيد هو العلم مالتها. فالسيارات تنتظر هنا. هسه بس مجرد راح ادخل بال Terminal حتى تاخذون فكرة عن الترمينال. مطعم صغير من هنا، حمامات، ومكان الانتظار. بس خليت السيارة وراح اصعد داخل الباخرة. مليوني على الطريق The entrance to passenger accommodation. راح نصعد من هنا. هاي اسمها European Highlander. نانا راح ياكل، بس خلي اشوفكم الاسعار. مثلا هاي البيتزا 12 باوند، هاي الوحدة ب91 باوند، بس هاي الوحدة. بعدهم بعد كيك لاحق هنا العاب راح يحب. لا عندنا مطعم. شو هذا المطعم ثاني؟ لا نقسم للأطفال. ماكو شيء يعني. نقسم للأطفال. حلو. ناس بعد تسعد. هاي هنا بعد كل الألعاب. بس احنا نروح نورثرن ايرلند ومن هناك اسوي جولة حول نورثرن ايرلند، وبعدين اروح ايرلندا، وراها ان شاء الله نرجع إلى بريطانيا. هاي غرفة مال الأطفال مطلعين بها فيلم، بس ماكو أحد. فأحسن شيء جينا من هنا. يلا تصبحوا على خير، اشوفكم بعد ساعة.
هذا المكان يسموه The Dark Ages، على مود الأشجار. شوفون الأشجار، هذا المكان يسموه The Giant's Gasway. المنظر من هنا رهيب جدا، هاي المناظر من هنا، شوفون المنظر. احنا جينا من ذاك الطريق، ذاك هناك البعيد السيارات، هذا كان باركينج. طبعا ذاك الباركينج هو 5 باوند ياخذ، بس اكو باركينج له خقب اللي هو هذا. بس شنو المشكلة؟ المشكلة هذا الباركينج لازم تشتري تيكت دخول هذا المكان. فبما انه المكان دخوله مجانا ما بي، فرحت خليت السيارة هناك. فهذا الطريق طريق نزلة يوديك جوية من المي، ومن هنا طريق صعدة للمنظر. فأول شي راح نصعد وبعدين نجي ننزل. هذا التريل يستمر هنا، وعندك هاي المناظر من هاي الجهة. السلام عليكم من جديد. وهذه الصخرة، سبحان الخالق على هالجمال، يمكن عمرها فدش كم مليون سنة، الله أعلم وأنتم لا تعلمون. المكان حلو مو؟ من يريد يجي وياي بالسفرات القادمة؟ كتبوا لي التعليقات ويجوز أنتم محظوظين. هذا هو البرلمان ايرلندا الشمالية، شوفوا هناك بعيد جدا. هذه كانت اول مكان في عاصمة نورثرن ايرلند اللي هي بيلفاست. هذا البرلمان النورثرن ايرلندي اللي هي ايرلندا الشمالية اللي تابعة إلى المملكة المتحدة. خليكم وياي، راح أبقى هنا ليلة واحدة، أفتر المدينة وباشر أفتر المدينة، وبعدين وراها أنطلق إلى الدولة الأخرى. إذا تريدون تعرفوني على دولة لازم تسوون سبسكرايب، وهاي السوالف.